نحن شايلين الكفن على كتافنا طول عمرنا. في مشاهد حتجمعك مع طيم حسن. تعرفوا على أحد رجال مافيا الهيبرد. بقتل يلي بقطع أصبع يلي بضرب. هيدا الضيف على العين. فكا بتشوفوه على الكاميرا بتقولوا شو هالمجرم هيدا اللي بفزع بالعالم، بتشوفوه شخص يا حرام عاقل آدمي. كل الشر اللي شفتوه بأعمال الممثل عادل السابقة هو ماشي قدام اللي راح تحضروه بالجزء الجديد من مسلسل الهيبة اللي بيشارك فيه. لصراحة ما كتير فينا يعني بحقلي ما فيني بوح فيهم. صفات شخصية. الصفات هي حدا كتير شرير يعني. واضح. دايما أنا الدور المافيا، دايما الدور اللي بقتل يلي بقطع أصبع يلي بضرب. شوف هيك شيء بالهيبة؟ تقطيع أصابع وخبريات؟ لا مش هيك. أنت رجل مافيا حتكون بالهيبة؟ أي تقريبا. وعادل رح يكون إيده اليمين لعادل كرم اللي بيلعب كمان دور رجل مافيا، وبنشوف خلال الأحداث صراع بينه وبين تيم حسن. نحن شايلين الكفن على كتافنا طول عمرنا. المشاهد اللي حنشوفها بالهيبة حتجمعك مع مين أكثر؟ أكثر شيء مع عادل كرم. شو بتكون علاقتك بعادل بالهيبة؟ فيك تقول الإيد المالحة لعادل كرم. الإيد المالحة يعني الشرير تبع عادل كرم. لأنه نحن عرفنا أنه عادل كرم كمان أخذ دور شرير تقريبا. في مشاهد حتجمعك مع طيب حسن؟ في مشهد مشهدين يعني، بس انه مش مواجهة مباشرة بينه وبينه. لكن المفاجأة انه مشاهد القتل رح تجمعه اكتر بديما قندلف اللي يبدو انها عم تلعب هالدور لأول مرة بحياتها، وهذا اللي صرحت عنه الاسبوع الماضي ببرنامج هشام حداد. دور مركب في كتلة من التناقضات. رح تنغرمي بجبل؟ ما بنعرف. معقول تفوتي على الهيبة وما تنغرمي بجبل؟ يعني لحقتي وصلتي شو بتنغرمي بجبل؟ انغرمت بغيره. ما تكون ديما كمان مافيا وما مافيا ما فينا نقول. بس اللي فيه يكشفه حصريا لقيتي بالعربي هو اسم الشخصية اللي بيلعبها بالمسلسل. معروفة؟ لا دنجور. دنجور؟ شو يعني دنجور دخلك؟ أنا بعرف دنجور يعني ورم. دنجور. وليكون هالقد حقيقي قدام الكاميرا، اتعرض عادل لإصابات كثيرة خلال تصوير مشاهده. انفضغت المشهد. صحيح. بس فرجي للكاميرا راسك هيك وقف. صحيح. فدغ 7 قطب. لأنك عم تقدم شيء حقيقي وتقنع المشاهد فيه وإن شاء الله يعجبهم يا رب. المشهد هو فيه قتال. ضمن القتال نحن عم نتصارع عم نتخانق، كنا متحمسين يعني زيادة عن زوم. مع العلم يعني ما حدا أثر معي، فريق العمل كلياته ما حدا أثر وما حدا طالب مني يعني إنه أعمل هيك. لا أنت منك من نفسك بتصير تعملهم. بدك إياه نضلنا قاعدين هون ناطرينهم يعني؟ شلبي ما رح نعملها غير وقتها أنا أقول رح نعملها. واللي اكتشف موهبته بالتمثيل مخرج العمل سامر البرقاوي اللي أعطاه دور صغير بالجزء الثاني من الهيبة، كمان شارك بطل رئيسي بأحدى حلقات مسلسل دولار. كنت كتير عسل انت. كوكب؟ عيونه لكوكب. بعشرة تبعات مع الشباب تحت. عم بعت وراي لحتى اللي يعمل معي كاستنج، عمل معي كاستنج وبالفعل بس أخذني أستاذ سامر بهيدا المشهد ومشهدين صار كذا مخرج ينقيني فيهم.